منذ تحرير الأنبار وما تزال مناطق التأميم الواقعة جنوب مدينة الرمادي تعاني من سوء الخدمات الأساسية وتفتقد إلى شبكة للصرف الصحي، أهالي حي القادسية الذين غرقت منازلهم يناشدون لإنقاذهم من مياه الأمطار التي أصبحت عبئا إضافيا عليهم. هاي صار لي أكثر من أسبوع عاني من هاي الشغلة بيوم الأيام الأمطار، يعني هسه أهلي ماكو خوش، لا طلاب يطلعون لا طالبات يطلعون يداومون، يعني هي هاي المنطقة كلها متضررة خوش، وجاي أشوف وجاي أنت صورت هاي البيت، يعني كل البيوت متضررة خوش، وهاي أنا جاي أعاني من هاي الشغلة الماي، يعني حاري لي بالشوارع العامة وذني، يعني إحنا واقعين من سابع طابق، هاي يعني أنت شوفت عينك جاي تصور وشوف الوضعية هاي، وهذا بيتي وهذا حالي. كل ما يجي مطر هاي نفس الوضعية، كل ما يعيش يعني وضعنا تعبان، نجيب تنكر سحبنا نفس الشيء، وإحنا حالتنا تعبانة شلون يعني هذا؟ والله هسه أنا يعني كل شيء ما عندنا حرام غير بس جيب التنكر السحب واسحب، هسه لا كل وضع يعني حيل متأذي، يعني إحنا شنو ذنبنا هيك الوضع تعبان. حكومة الأنبار المحلية بدورها أكدت أن كمية الأمطار التي هطلت تسببت بمشاكل كبيرة في مناطق متفرقة في المحافظة، مؤكدين أن مشروع مجاري الرمادي الكبير سوف يشمل جميع أحياء الأنبار، مطالبين وزارة البلديات برفض المحافظة بمبالغ مالية لإنهاء معاناة المواطنين. الأمطار الساقطة على المدينة ولدت كثير من المشاكل داخل الأحياء غير المخدومة بمشروع المجاري. احنا اليوم في مدينة الرمادي عندنا أحياء شملها مشروع المجاري كمرحلة أولى، والقسم من أحياء لحد الآن لم يدخلها مشروع المجاري بسبب التخصيصات من وزارة البلديات والأشغال العامة. أكيد ستكون هناك بعض المشاكل، لكن مع هذا لا زالت دوائرنا الخدمية في المجاري والماء والبلدية تعمل لأجل إنهاء كل مشكلة يعني تطرأ على المنطقة أثناء سقوط الأمطار أو بعدها. أتصور هذا اليوم أو يوم غد راح تنتهي كل مشاكل المدينة بشكل عام، لكن مع هذا لازلنا محتاجين إلى تدخل وزارة البلديات في هذه الجزئية وإمكان إضافة مبالغ جديدة أو إقرار مشروع المجاري المرحلة الثانية لغرض شمول كل المدينة. لذلك اليوم تشوف وتتعالى أصوات أهل الأنبار للحكومتين المحلية والاتحادية بالمطالبة بضرورة إعادة الخدمات الأساسية إلى المناطق التي تعاني الإهمال الواضح وإيجاد حلول جذرية لإنقاذهم. من الأنبار معاذ الفهد، قناة التغيير.